مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم من خلال اكيد برنامجكم برنامج الملتقى. انا الدكتور قاسم مازلنا، يعني اكيد نتحدث عن نفس الموضوع اللي هو الافراط في استخدام الاجهزه الالكترونيه لدى الاطفال. دكتور، يمكن قبل الفاصل قلنا هل بالفعل ممكن يؤثر الافراط في استخدام الاجهزه الالكترونيه لدى الطفل؟ يعني ممكن هل يسوي له انحراف او حول او كسل بصري؟ نعم، عادة الخطأ البصري الموجود عند الطفل سواء كان انحراف أو الحول البصري هو موجود بالأساس، ولكن معالجة هذا الخطأ أو هذه المشكلة عند الطفل تصبح أقل نجاحاً في حال إرهاق الطفل بهذه الأجهزة. يعني على سبيل المثال، في أحد الدراسات أن تطور قصر النظر عند الطفل الذي يفرط في استخدام الأجهزة يكون أكثر بنسبة 6% في السنوات الخمسة الأولى، ويصل إلى 34% لحد في عمر 11 سنة. وبينما شو نقصد في قصر النظر دكتور؟ اللي هو